الشهداء ومن حولها الذين يدعون إلى هذه المسائل عدد من أعضاء هذه الكتلة أنا لا أستبعدهم، لأن هؤلاء الناس اللي لما صدرت الحكومة بيان في غات بشأن الإرهاب انتفضوا واستهجنوا هذا البيان واتصلوا بالحكومة وحددوا، وهؤلاء هم الأشخاص الذين يتبنون هذه المسائل. يعني أنت لا تستغرب أن يكون هؤلاء ضليعين في هذا الموضوع؟ أنا لا أقول ضليعين ولا أقول إلا الواقع. الواقع أنهم هؤلاء الناس يستحسنون هذا الأمر ويعتبرونه شأن جهادي. نحن في السيد وزير مشينا في رحلة مع يعني جنوب أفريقيا بشأن المباراة التي تمت. نعم. ووجدنا بدون سابق إنذار مجموعة من حزب العدالة والبناء طالعين في الطيارة حتى لم يكونوا من ضمن الوفد، وذهبوا إلى هناك، وعندما وصلوا إلى هناك فرضوا على رئيس البعثة أن يضعوا شخص موجود هناك في جنوب أفريقيا طيب على الطائرة وسيرت الطائرة، فوجدنا نفسنا في موقف حرج. الوزير اتصل بي، هل نقبل بهذا؟ قلت الآن احنا حنبقى في موقف حرج، إذا تركنا هذا الرجل هناك حتبقى ضجة، إذا وجاء إلى هنا وذهب إلى درنا، والآن أصبحنا نسمع أنه موجود في الحراك العنفي اللي موجود في البلاد، واللي قاموا بهذه العملية ناس موجودين في الدولة ويتحملوا ويعني يتقلدوا مناصب. والأمر هذا وجد استحسان فعلا من بعض أعضاء المؤتمر، وتم الاحتفاء بهذا الشخص، ومش بس أعضاء ويتقلدون مهام في المؤتمر الوطني العام. يعني المسألة هل في إمكانك سيد علي زيدان أن تطلعنا أكثر، أن تغوص بنا نحو هذه المعلومات التي ربما لأول مرة الآن تقال على الهواء مباشرة، مسألة التعاطف ومسألة أنا أقول لك هذه التعاطف هذه أو مش أول مرة تقال في مؤتمر غات لما صدر يعني بيان بشأن الإرهاب والإرهاب، لا أظن إحنا عندنا عليه خلاف. طيب كثير من هذه العناصر اللي يعرفوها كل حد، يعني في كتلة بعض أعضاء كتلة وفاة لدم الشهداء يعرفها حتى الطفل في ليبيا، يعني ما يحتاج لتبيان أكثر ولا محتاجة أني يعني أتفوه بأسماء أشخاص لا أود التفوه بهم. أنت تعرف يا سيد محمد وانت تتابع الأمر وغيرك يعرف، وهم أشخاص يعني عندهم الآن أفكارهم خارجة عن أنا اليوم في ألمانيا تكلمت أنا والسفير الألماني وحاولت أني استبين منه بعض المعلومات رغم أني أنا كنت في مدينة ألمانية غير المدينة اللي هو فيها، ويعني حاولت أن أستبين منه لماذا هو في الخارج وكذا، يعني بالتليفون رفض، لكن لاحظت في لهجة أن الرجل فعلا منزعج، أي منزعج. تكلمت أيضا مع السفير الإيطالي لقيته منزعج أيضا. طيب السفير الأمريكية محتارة، كل يعني أنا بحكم علاقتي يعني بهم من خلال العمل وددت أن أطمئن عن أوضاعهم. طيب يعني من الأشياء اللي قيلت لي قالوا لي هذا بزنس يعني بدون نهاية، يعني عمل بدون نهاية سيستمر إلى أمتى هذا الاسم. طيب أنا اللي بنقوله أن هؤلاء الناس لا تهمهم مصلحة الوطن، تهمهم مصلحة أوهامهم غير الواقعية التي ضد مصلحة الوطن وضد مصلحة الدولة، والتي أربكت المشهد من جميع جوانبه. نحن من خلال إدارتهم للمؤتمر الوطني العام أثبتوا أنهم أناس إما جاهلون بمهمتهم أو أنهم موهومون بأشياء غير واقعية، أو المهم الحصيلة أنهم غير مؤهلين لإدارة هذا المرفق اللي هو يمثل السلطة السيادية والسلطة التشريعية في البلاد. وبالتالي أنا في تقديري أن استمرار هؤلاء الناس في هذا الموقع سيكون كارثة على البلاد، مهما يعني مهما حاولنا أن نتحفظ في هذا الأمر سيكون كارثة على البلاد، والحل هو إيجاد وسيلة أخرى. طيب سأتي إلى المخارج السيد علي زيدان.